كويس المصادر الحقيقية لمثل هذه الدخول ومثل هذه الأدوات، لكن إحنا ما وقفناش عند وزارة التضامن وما وقفناش عند التأمين والمعاشات علشان نصل إلى حالة العجز اللي تخلينا غير قادرين على مواجهة الأعباء المختلفة، وأيضاً على تطوير خدماتنا، وأيضاً على تنمية مواردنا، وأيضاً على استغلالها على أحسن الأوجه الممكنة. أنا أقول لكل من يريد أن يعطل انعقاد الجمعية العمومية، الجمعية العمومية بعون الله وبإرادة المحاميه ستنعقد، وما تقرره إرادة المحامين سوف يصل على مجلس نقابة المحامين وعلى كل المحامين. ابتداء من القانون الجديد سوف تحتفظ أسرة المحامي بالمعاش على كامل قيمته مهما خرج من مستحقين فيها، وبالتالي تظل القيمة كما هي لآخر مستحق في المعاش تصرف له سواء كان أرملة أو ابن أو ابنة. هذه هي قيمة اقتصادية نقدمها للمحامين عربون على ما قدموه من جهد في دعم تنقية جداول نقابة المحامين. ما يحدث الآن في سوريا من اغتصاب للبترول السوري لصالح أمريكا، وما يحدث من ضرب الآن أيضا للشعب الفلسطيني في غزة لصالح أمريكا، وما يحدث في اليمن لصالح أمريكا، وما يحدث في العراق لصالح أمريكا، لن نفرط في الوطن العربي، لن نسمع من يفرط في دمشق، ومن يفرط في بغداد، ومن يفرط في الخرطوم، سوف يفرط حتما في القاهرة، ونحن لن نفرط أبدا ولن نقبل هذا التفريط. هذه هي ثوابتنا، وهذا هو موقفنا الواضح الذي لا تراجع عنه، كما هو أيضا موقفنا من قضية مياه النيل. وأنا كان لي رأي وما زلت مصمم عليه، أنا غير مستريح لهذا الرئيس الأثيوبي الذي يحكم أثيوبيا، ولا أنا أصلا مرحب بأنه يأخذ جائزة نوبل لأنه هو ما استحقهاش، لكن هو ينفذ إرادة أجنبية لحرماننا إحنا من مياهنا، لحرماننا من شرياننا. إحنا ساكتين حتى الآن لأن في مبادرة عاملها رئيس الجمهورية وفي مفاوضات، هنستنى هنصبر لغاية المفاوضات بتخلص. إذا الأمر خرج بشكل سليم خير وبركة وانتهى الأمر. الأمر خرج بغير ما تشتهي مصر وبغير ما تقبل مصر، بالقطع لن نقبل، وسوف نكون جنود لهذا الوطن للدفاع عن مياهنا. لما يتقال على نقابة المحامين إنه البند بتاع مبنى نقابة المحامين اتكلفوا خرسانة 92 مليون جنيه وتسكت، تبقى بتزور، تبقى ما تقراش كويس الأرقام. الميزانية بتتكلم على تطور مبنى نقابة المحامين في ثلاث ميزانيات. ميزانية بدأت في الظرف 27 ثم 40 ثم وصل الرقم إلى 62. ما ينفعش تجمعهم لأن هم اتجمعوا في 62. في آخر ميزانية هو 62 مليون جنيه هو إجمالي ما تم دفعه. نصه تقريباً اتدفع تحت الأرض. تحت الأرض ليه؟ لأن احنا نزلنا بالأعماق 15 متر، لأن احنا عاملين دورين تحت الأرض، لأنه في مية متحولة في الجوف نتيجة المترو ونتيجة مبنى نقابة المستضعفين. لازم يبقى فيه سور خرساني مسلح، لازم يبقى فيه سحب للمياه بشكل علمي معين استخدمت فيه أحدث الأدوات اللي تم فيه هذا الظرف، علشان كده عملنا مبنى نقابة المحامين. وشوفوا وهتروا نقابة المحامين تحفة معمارية بإذن الله عندما تنتهي وعندما تسلم إليكم. خطاب وزير المالية، لو سمحتوا حضراتكم بالإشارة إلى الطلب المقدم من سيادتكم بشأن طلب الموافقة على إنشاء نادي على حرم ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل البلد بجوار كبر المعاهدة. وفي هذا الصدد أتشرف أن أرفق لسيادتكم كتاب مصلحة الري رقم 7689 المؤرخ 31 أكتوبر 2019، والمتضمن أنه لا مانع من دراسة الترخيص طبقا للمنشور الوزاري رقم 13 لسنة 2018 بعد استيفاء المستندات. أنا هقدم هذه المذكرة للنقيب، وبقول لحضراتكم وبوعد مجلس النقابة وبوعد حضراتكم إنه هذا النادي والآخر اللي احنا بنتابعينه أيضا على نفس الترعة لصالح محامين مصر كلها
مش بس لصالح شبرا الخيمه ولا لصالح القلوبيه، ان احنا هنبنيه على احلى واعلى مستوى يليق بمكانه المحامين والمحامين. فالنهارده المؤتمر طبعا الحمد لله ناجح، وفي اكبر عدد من شيوخ المحامين ومن شباب المحامين، وكان خطوه ايجابيه من الساده اعضاء نقابه المحامين كلهم لحضورهم اليوم ومسانده شباب المحامين وحضور النقيب اليوم للرد على التساؤلات التي تدور نحو الانتخابات القادمه والميزانيه الخاصه بالنقابه. فالنقيب دائما يواجه من يتساءل، فلا نخشى من يعادينا، فنرد على من هو يتساءل بأي إيجاب أو بأي سلب. والمؤتمر النهاردة سيكون رده أصلا بالحضور والعدد الكبير اللي هيكون حاضر هيكون كافي قوي بدون أي تساؤلات بالرد على الشائكات الدايرة. لقاء النهارده بيمثل اهميه كبيره مش بس ليا انا، لكل المحامين على مستوى مصر. طبعا القليوبيه كلها بترحب بنقيب المحامين، وشرف لينا تواجده معانا النهارده. واجمل ما في الموضوع ان هو يكون بين ولاده، يسمع منهم ويناقشوه ويناقشهم. طبعا ده شيء مش جديد على معالي النقيب، بس يمكن الصوره بقت اعم واشمل دلوقتي. بنرحب محامي القليوبيه، بنرحب بقدوم السيد النقيب الى محافظه القليوبيه، ونور بلده الثاني مع محامي القليوبيه، واهلا بيه مع شباب المحامين، ويكون لقاء ناجح وحوار ناجح وبناء. واحنا مع زياده المعاشات من اجل حياة كريمة للمحامي، ومع الميزانية بنأيدها، وبنشكر السيد النقيب على تشريفه لنقابة محامين القليوبية في الفور سيزون، وبنرحب بيه. بنرحب بقدوم السيد النقيب العام الأستاذ سامح عاشور ورئيس اتحاد محامين العرب، ومبسوطين جدا إن احنا بنشارك في المؤتمر ومعنا مع النقيب في أي حاجة. ومؤتمر ده يدل على ملحمة التاريخية لنقابة المحامين، إن يد المحامين كلها إيد واحدة، شباب المحامين كلها إيد واحدة، في حالة تواصل بين شيوخ المهنة وشباب المهنة. والله النهاردة اللقاء بالنسبة للشباب طبعا هو معالي النقيب، إحنا بنتشرف بوجوده في جنوب القليوبية. وبالنسبة للشباب النهاردة إن شاء الله هيكون لقاء نقيب مع الشباب لقاء مثمر، لأن معالي النقيب عودنا في حواراته دايما مع الشباب إنه يشوف إيه هي مشاكل الشباب بالظبط، ويحاول إيه ويبتدي إيه في حلها. ومعالي النقيب تم إنشاء أكتر من كيان خاص بالشباب على مستوى الجمهورية. وحضرتك بالنسبة لزيادة المعاشات، بالنسبة للأرامل والمطلقات، إحنا مبسوطين جدا بالنقلة دي حضرتك. دي حاجة كويسة جدا، والكيانات الجديدة اللي هو بيوافق عليها، وبيخلي حراك في النقابة، ويخلي إن في خدمات أكتر تتقدم للشباب المحامين، ونقدر نساعد بعض ونكون جنب بعض. هي دي بالنسبة لي أنا خطوة حلوة جدا، إن هي بتقرب الآراء والأفكار ما بين النقيب، بتشيل أي حواجز ما بين النقيب وما بين الشباب المحامين. بيمثل لي نقطة بداية في حتة إن احنا نقدر نجمع أكبر عدد من شباب المحامين وشيوخ المحامين الافاضل في ان احنا نبقى وحده واحده، في تكاتف وفي تحاب وفي تالف ما بيننا وما بين بعضينا. النقابه العامه لها دور جوهري في بناء البلد. دورنا كاعضاء نقابه ان احنا لازم يكون لنا تاثير جوهري. احنا مش بنناقش عشان خاطر الميزانيه وعشان خاطر معاشات ومن هذا القبيل، الكلام ده كله منتهى الصلاحيه فيه. احنا لازم نناقش مشاكل جوهريه بتمس شباب وشيوخ المحامين، اللي هي فرق الصله ما بيننا وما بين بعض. بيمثل تطور جديد في المهنه، وان احنا نبدا نسمع بعضينا، صوتنا يوصل بصوره اوضح لبعضينا، مشاكلنا تبقى قريبه من بعضينا. والله انا شايف ان اللقاء مهم جدا في الوقت الحاضر، لان الشباب محتاج حد يقعد معاهم ويكلمهم ويوعيهم ويفهمهم الدنيا ماشيه ازاي، لان احنا في وقت حاليا التيارات كلها عاليه جدا، فكل الشباب ماشي في اتجاهات مختلفه، وهو مش فاهم هو رايح فين، مش فاهم هو ماشي في اي طريق، مش فاهم الطريق الصح، فمحتاج حد من الكبار ان هم يقعدوا معاه، فكان لازم النقيب يجي يقعد معانا عشان يشوف الدنيا فيها ايه.